كابتن شوقي غريب بيقول محمد صلاح سيتواجد معنا في اولمبياد باريس. احنا فين يا كابتن شوقي وباريس فين؟ ربنا يكرم ان شاء الله. ومحمد صلاح طبعا هو شرف. والحقيقه النهارده بس قبل ما انهي الاخبار النهارده تحديدا وحضرتك قاعد بتتفرج على مباراه ليفربول ومانشستر سيتي تحس ان الدنيا مشدوده واللعيبه كلها عماله تضرب في الملعب، تضرب يعني بتدخل بمنتهى القوه على بعض والاثنين مدربين بيحتدوا على بعض وكل حاجه. اول ما الحكم صفر صفاره النهايه ايه الجمال ده وايه الحلاوه دي؟ جوارديولا بيروح يسلم على يورجن كلوب، يسلم عليه وبيبوسه وبيحضنه ويقفوا يتكلموا مع بعض كانك كنت بتشوف فيلم سينما، يعني عارف قاعد كده الدنيا مشدود، انت نفسك كمشجع مشدود للي بيحصل. وفجاه المباراه انتهت، اللعيبه كلها بتسلم على بعض، وفين يهزروا مع بعض، وفين يضحكوا مع بعض، سلام محترم جدا. اتمنى، وده دعوه لرابطه الانديه، اتمنى ان يكون او انه يجب على كل المديرين الفنيين، معرفش بقى دي تتحط لائحه او تتحط بند في اللائحه ولا ايه، بند في لائحه رابطه الانديه بما انها اللي مسؤوله عن الدوري، ان كل مدير فني يسلم على المدير الفني قبل ما قبل المباراه وما بعد المباراه، وان اي يعني صاحب الارض يتوجه للضيف ويروح يسلم عليه ويمشي. وبعد المباراه المنظر اللي احنا شفناه النهارده بصراحه هو منظر يخلي الواحد من جواه حاجه اسمها السلامه النفسيه. الناس خلصت، الناس خلصت المباراه نتيجه 2-2 والموضوع انتهى، سلموا على بعض وقفوا مع بعض. طبعا اتمنى ان يكون ده نابع من جوه اللعيبه والمدربين اكتر ما من ان احنا نحطه في لائحه او كذا او كذا، ولكن ليه لا نحطه في لائحه عشان يبقى مجبر الكل ان هو يروح يعمل كده، على الرغم من ان كل المديرين الفنيين في مصر محترمين جدا وكل اللعيبه محترمه جدا. اتمنى بقى ان احنا نشوف ده في الملعب، خصوصا في المباريات الكبيره، اهلي وزمالك، اهلي واسماعيلي، اهلي ومصري، اهلي واتحاد، المباريات الاهلي ومحله، المباريات الجماهيريه الكبيره جدا دي بيبقى عليها رؤيه كبيره جدا. اتمنى ان ده يحصل، بس ده منظر لفت نظري النهارده الحقيقه قد ايه السلام النفسي ما بين الاثنين مدربين. 90 دقيقه خلصت، شكرا سلام، وطلعوا وخبطوا في بعض برضه في المؤتمرات الصحفيه، ولكن السلام والاحترام والادب والاخلاق حاجه جميله جدا سواء ما بين المديرين الفنيين او ما بين اللاعبين.